اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اللي هيبقى مفضل يلا نجرب يا عمس. انا طبعا عشان مهووس التجارب زي ما انتم عارفين وبحب اجرب كل الحاجات الجديده وكده، فمن قبل المقاطعه ما تحصل كنت جبت برودكت اللي هو ده اللي هو البرايم ده. هو مقاطعه ما جيبهوش، انا بجربه لانه اوريدي كان عندي من قبل المقاطعه، فقلت اجرب لكم واقول لكم رايي فيه عشان لو في حد يعني زعلان قوي عشان ان هو في المقاطعه وعايز يجربه ومثلا ده لو طلع وحش فتبقى احمدت ربنا ان انت ما جربتوش، والحمد لله ان هو يكون في المقاطعه بالراحه كده وبسرعه. عن براحه وبسرعه ازاي؟ براحه وبسرعه قصدي يعني بسرعه باختصار وبسرعه عن البرايم. البرايم ده هو درينك كان معمول من يوتيوبر مشهور جدا، هو اللي نزل البرايم ده، فبقى البرايم ده فايرال وكل الناس بتشتريه وبتجربه، فكنت جايباه من زمان عشان اجربه لكم، بس طبعا اتشغلت عنه ودخل هو في المقاطعه فما كانش ليا مزاج قوي ان انا اجربه. لكن لما لقيته قاعد كده وحيد قلت له طيب تعالى نجربك علشان ايه، لو طلعت وحش الناس ما تكونش ندمانه ان انت دخلت في المقاطعه، فيلا بينا نجربه لاول مره. انا اول مره ادوقه، اخترت النكهه دي وفي نكهات كتير قوي، بس انا جربت اخترت النكهه دي لانها كانت اكتر نكهه فايرال يعني والناس بتجربها كتير وبتتكلم عنها، فيلا بينا نجرب مع بعض ونشوف يستاهل ان الناس كانت تتكلم عنه ولا احسن انه دخل في المقاطعه وخلصنا منه. يلا بينا بقى نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. جرب بقى كده ريحته. مبدئيا هو ريحته عارفين اللبان الفواكه اللي كنا فواكه مشكله، كان لبان كده واحنا صغيرين، كان عباره عن لبان فواكه مشكله. لو انتوا عارفين اللبان ده، دي نفس الريحه، نفس ريحه اللبان بالظبط اللي هو اللبان الصغير الفواكه المشكله ده، فده نفس الريحه، فريحته مبشره جدا مبدئيا يعني، بس برضو ما تشتروهوش. ادوقه بقى كده واقول لكم. فاكرين الفيديو بتاع الفسيخ لما قلت لكم ان ريحته فيها في طعمه وفي جزء من ريحته؟ ده بقى عكسه تماما، طعمه ملوش دعوه بريحته خالص. طعمه ريحته زي ما قلت لكم اللبان الفواكه، مدي على فراوله شويه، ده ريحته. انما طعمه مدي على، بصوا لو يعني عارفين دواء الكحه، دواء كحة متخفف في مية، طعمه دواء كحة متخفف في مية حرفيا يعني. الحمد لله ان هو دخل المقاطعة، يستاهل انتوا تجيبوه ولا لأ. هو على فكرة من جوه شفاف، شايفين؟ انا مش عارفة باين في الكاميرا ولا لأ، بس هو احاول ابين لكم كده يعني جزء منه ميله كده، شايفين هو شفاف ملوش لون من جوه، شفاف، حاجة شفافة خالص. لأ الحمد لله ان هو دخل المقاطعه، ما تندموش ان هو مش موجود او انتم ما تقدروش تشتروه تاني. هو مش حلو خالص خالص زي ما قلت لكم كده، دواء كحه في ميه، فاتس انو نو برده، فما انصحكمش ان انتم حتى بصوا لو جالكم هديه ما تفتحوهوش، مش حلو خالص خالص، ما يستاهلش. وهو كمان كان من الحاجات اللي هو مش رخيص يعني، هو مش غالي مش رخيص، بس ستيل من الحاجات الامبورتد فهي بتعتبر غاليه، فلا الحمد لله انه دخل المقاطعه، ما انصحكمش تجربوه. ما اعرفش بالنسبه للاطعمه الثانيه عامله ازاي، بس برده ما تشتروهاش لانها دخلت في المقاطعه، ولكن بالنسبه ليه هو ما تندموش اصلا، مش حلو خالص خالص وما يستاهلش. ودي كان رايي فيه، وطبعا اذواق زي ما احنا قلنا، لكن ده رايي فيه. وهتوحشوني جدا لغايه الفيديو جاي، هتستنوني الفيديو جاي ان شاء الله نجرب فيه حاجه جديده. اكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا حابين ان انا اجرب ايه الفيديوهات الجايه، ومن هنا الفيديو الجاي هتوحشوني قوي. باي.